نعم، منذ فترة ليست بالقليلة، منذ أسبوع ولحد هذه اللحظة يحاول النظام التركي شن هجماته بشكل مستمر على الأبرياء والمدنيين في شمال شرق سوريا، وكذلك في إقليم كردستان، خصوصا في دهوك والسليمانية وشمال محافظة أربيل، بحجة ذرائع واهية وذرائع عرف لها المجتمع الدولي وعرف لها المجتمع العراقي وحتى المجتمع السوري، بحجة محاربة عناصر حزب العمال الكردستاني في أربيل. لذلك شهدنا منذ أيام قصف مستمر لطائرات النظام التركي لمناطق في إقليم كردستان، خصوصا يعني اليوم كان هنالك قصف في شمال محافظة أربيل، أدى هذا القصف إلى إصابة مدنيين وكذلك تهجير بعض العوائل من القرى والأرياف المتواجدة في محافظة أربيل. هذه الهجمات البربرية التي يشنها النظام التركي يعني لا تقل جرائم عن الذي يحدث في فلسطين، لا تقل جرائم عن الذي يحدث في ما حدث في العراق، أبان داعش الإرهابي، وهنالك قتل للأبرياء، هنالك قتل للمدنيين، هنالك انتهاك للسيادة وحرمة الدم العراقي من قبل النظام التركي. للأسف هنالك صمت حكومي مطبق، هنالك صمت دولي مطبق، يحاول البعض من يعني المستفيدين التغطية على هذا الموضوع، وكذلك النظام التركي يحاول استغلال الأحداث في فلسطين من أجل شن هجماته على العراق وسوريا، من أجل عدم التعارض مع مصالح بعض الدول التي تقف خلف النظام التركي. بالتالي هنالك هجمات متعددة من النظام التركي على أقليم كردستان. معتز، أنت ذكرت الصمت الحكومي من قبل بغداد وأربيل، لا سيما أن هذه الغارات جاءت، القصف المستمر طبعا جاء بعد زيارة عدد من مسؤولي الحكومة العراقية إلى النظام التركي. نعم، هنالك استياء شعبي واضح بسبب هذه الزيارة، خصوصا أن رئيس النظام التركي تعامل بشكل غير لائق مع السياسيين العراقيين، ورأينا مقاطع فيديو انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي بأن الرئيس التركي تعامل بشكل غير لائق مع بعض الساسة العراقيين، بالتالي ما أثار حفيظة الشارع العراقي، ما أثار غضب الشارع العراقي. الشارع العراقي اليوم غاضب اتجاه السياسات التي يقوم بها النظام التركي تجاه العراق واتجاه تواطؤ بعض السياسيين مع النظام التركي. بالتالي صمت حكومي مطبق، هذا ما يعني يستاء منه الشعب العراقي، يريد الشعب العراقي أن تكون له سيادة واضحة بعيدا عن التدخلات الخارجية، بعيدا عن النظام التركي. هنالك تدخل واضح وصريح وسافر في السياسة العراقية من قبل النظام التركي. النظام التركي اليوم أصبح يريد أن يتغلغل في المشهد العراقي من الشمال إلى الجنوب، وبالتالي هنالك بعض المتصدين، لكن وسط صمت حكومي لا يجدوا نفعا هؤلاء المتصدين للنظام التركي. نريد أن يكون هنالك سياسة واضحة من قبل الحكومة العراقية، بأن يكون هنالك سياسة واضحة في المياه، الاقتصاد، الزراعة، وحتى على مستوى الملفات الخارجية من قبل الأمن الوطني، وكذلك أو الملفات العسكرية عفوا من قبل الأمن الوطني، وكذلك الحشد الشعبي والأجهزة الأمنية. نعم، يجب أن يكون لهم موقف واضح وصريح اتجاه النظام التركي، على اعتبار النظام التركي بدأ يقتل بالأبرياء، ووصلت غاراته إلى يعني إلى مخيم مخمور، إلى الموصل، إلى سنجار، إلى حتى مناطق قريبة من كركوك، وبالتالي هنالك جهات من النظام التركي تدعم فصائل من أو أجندات إرهابية داخل محافظة كركوك، وكذلك حتى في الأنبار تدعم يعني أجندات إرهابية من داعش الإرهابي، وبالتالي كل هذه الأمور هي تدخل سافر في الوضع العراقي، وبالتالي القصف التركي المستمر على مناطق إقليم كردستان يوما أو كل يومين والثالث هنالك قصف تركي مستمر على النظام التركي، يجب أن يتوقف بسرعة، ويجب أن تكون هنالك خطوات واضحة وصريحة من قبل يعني من قبل الحكومة إقليم كردستان، وكذلك من قبل يعني الحكومة المركزية. أشكرك جزيل الشكر على كل هذه التفاصيل والإيضاحات. مراسلنا معتز أيوب، كنت معنا مباشرة من العاصمة العراقية بغداد.